كده الموضوع ونخش فيه على طول، نعرف منك اصلا تفاصيل المبادره، الفكره جت ازاي، ايه التطورات على ارض الواقع. تمام. هي دوي مبادره وطنيه تحت رعايه السيده انتصار السيسي ضمن مشروع تنميه الاسره المصريه والمبادره الرئيسيه حياه كريم. دوي بتعني الصوت العالي المؤثر الفعال، بتهدف الى تعزيز المجتمع لايجاد بيئه لتمكين الفتيات من خلال ثلاث محاور: محور التعبير والمهارات والخدمات. عشان كده دايما بنقول ان دوي هي وسيله لتبادل الخبرات مع المجتمع ومع الفتيات بصفه عامه. من خلال شعار دوي: بحكايتك تكمل حكايتك. دوي تكمل بثلاث نقاط، تعني ان هناك كلام محتاج يسمع، محتاج يوصل لاصحاب الراي حتى يتم تسليط الضوء على النماذج الايجابيه القدوه للفتيات بحيث يتحولوا الى نافعين في المجتمع ومعززين لاقرانهم في المدارس والاصدقاء اللي حواليهم. حلو قوي. طيب نيجي بقى للبنات، عرفوني كده عليكم كده من اليمين للشمال، وعرفوني بتعملوا ايه بالظبط. انا اسمي مريم عادل، انا عرفت المبادره من المدرسه من الاستاذ وليد شكري. اشتركت فيها بسبب موهبتي. هو مستر استاذ وليد شكري اكتشف موهبتي في تاليف الشعر والقائه كده ما شاء الله. وكان اول قصيده اشتهرت بيها يعني كانت عن المرأة أصلا. فهو من هنا بدأت الفكرة إن أنا أشترك وأبقى سفيرة في مبادرة دوي. وطبعا بجانب فضل دكتور زينب اللي دعمتني جدا 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 في مواهبي وكده، وإن فعلا يوصل صوتي لأقرب يعني لأبعد مكان ممكن. حلوة قوي ما شاء الله. انت يا بسملة قولي لي بقى. انا اسمي بسملة خلف. عرفت برضو مبادرة دوي من مستر وليد شكري في المدرسة عندنا، ده منسق وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان في المدرسة. حلوة قوي. وهو شجعني برضو على موهبتي وهي الالقاء برضو في الكلام وكده، ودكتورة زينب برضو هي اللي دعمتني ورايا لحد ان شاء الله ما احقق هدفي. انتوا مدرسة واحدة، واضح ان انتوا مدرسة واحدة. نفس الاسامي ونفس الدكاترة ونفس نفس الدعم. لا ما شاء الله انتوا عاملين حاجة حلوة جدا، ويعني عايز اقول لكم سنكم صغير على حاجة عظيمة زي دي، ففعلا يعني عايز اقول لكم ان في بنات كتير هتتمنى ان هي تقلدكم. لسه هنكمل بقية في الحلقة كده نعرف بتعملوا ايه اكتر واكتر. طب يا دكتور خليني برضو اعرف من حضرتك برضو مين الجهات برضو المتعاونة مع حضراتكم في المبادرة دي. هي المبادرة الوطنية دوي تحت اشراف المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. بالتعاون مع الجهات والهيئات القطاع الدولة، ومنهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة والسكان، وزارة الاتصالات، المجلس القومي للإعاقة، المجلس القومي للسكان. طيب حلو قوي.